أنا بالأساس فاشن ديزاينر أو مصممة أزياء، وأنا بشتغل مع جروب أصحاب من هون من المنطقة. نحن هيك مجموعة ما بننتمي لولا حزب، قررنا من فترة يعني نشتغل هيك، نعمل نشاطات سياسية اجتماعية بيئية بتشبهنا. يعني تفاجأنا بموضوع الحرب وتفاجأنا بالوضع الإنساني، حطينا قدام وضع إنساني ولقينا أنه أهلنا اللي عم ينزحوا كلهم من الجنوب أو من البقاع أو من بعلبك، من هالمناطق المتضررة بالحرب، موجودين بيناتنا وما عندهم يعني عايزين إشياء كتير 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 كتير. فقلنا لا، لازم نتحرك، خاصة أنه السلطات المعنية غايبة كلياً عن الموضوع، وفي تأخير كتير بكل شيء. فطلعنا بفكرة أنه نشتغل على موضوع كل شيء، تدفئة، فرشات، مخدات إلى آخره، وبلشنا. أول قماش اشتريناه طلعوا لنا 109 حرام، هلأ بقي من كل حرام 10 سنتي 20 سنتي. طلعنا بفكرة أنه نعمل جاكات، وهالجاكات نعمل لها حملة اسمها I cover you، وهالجاكات تنباع بالمزاد العلني، والمصاري كلها اللي رح تطلع نستثمرها بمشروع تدفئة للمدارس. الإنسانية والوطنية عم تجمعنا، مشكلتنا الأساسية هي التضامن والحب. يعني ما عايزنا شيء نحن بهالبلد، كلنا فينا الخير والبركة، كلنا، بس لازم شوي نمد إيدنا أكتر على بعضنا.